أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تورط حزب الله اللبناني في القتال إلى جانب ميليشيا الحوثي في الحرب على اليمن. منذ اللحظة الأولى للانقلاب في سبتمبر من العام 2014 أعلن حزب الله اللبناني صراحة دعمه لخيارات الحوثيين، واعتبر اجتياحهم للعاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة ثورة شعبية. البعض رأى أن دعم حزب الله للحوثيين اقتصر على الإعلام والمال، لكن الوقائع تكشف بالصوت والصورة عن دعم لوجستي وعسكري في إطار استراتيجية إيران كما يبدو لتوسيع رقعة الهلال الشيعي في المنطقة العربية وتهديد الأمن القومي العربي والخليجي على وجه الخصوص. مؤخرا اتهمت الحكومة الشرعية حزب الله بالضلوع بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حاليا إلى جانب ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني. واعتبر بادي أنه بتلك الأدلة الموثقة لا يمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه، سواء بالدعم المعنوي أو اللوجستي الواضحين، وأنه أحد المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته، في مخالفة واضحة للقرار الأممي 2216 وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي. وأعلن ناطق الحكومة راجح بادي أن الحكومة سوف تقدم ملفا كاملا إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية تثبت فيه التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن، مطالبا باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه. تورط حزب الله اللبناني في المشاركة في ساحات القتال إلى جانب ميليشيا الحوثي هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. مثلث كبير يريد بلع المنطقة بأسرها ليسقط في فخ إيران، المكان الأول الحاضن لكافة الفصائل الخارجية عن نطاق دولتها الأم. فمن جنوب لبنان كانت نشأة حزب الله تحت شعارات عديدة، منها التصدي للعدو الإسرائيلي ليخوض معها فيما بعد حروبا طويلة، وينجح تحت هذا الهدف بابتلاع الجزء الجنوبي من دولة لبنان ويخرج عن نطاق سيطرة الدولة هناك. التجربة اللبنانية الناجحة أرادت إيران نقلها بحذافيرها إلى اليمن. في البداية دربت مجموعة من المبتعثين إليها من جماعة الحوثي كخطوة أولى لدعم هذه الجماعة التي خاضت حروبا ستة مع الدولة اليمنية قبل انضمامها إلى ثورة الشباب السلمية في 2011، والتي تخلت فيه للمرة الأولى والأخيرة عن أسلحتها. نجحت الثورة بخلع الرئيس علي صالح من كرسي الحكم ليعود إليها هذه المرة مع عدو الأمس حليف اليوم، ويبدأ بابتلاع الدولة ابتداء من دماج حتى صنعاء فباقي محافظات الجمهورية. بعد السيطرة على صنعاء بدأت جماعة الحوثي باستفزاز الجارة السعودية بمناورات على حدودها ليكون الرد حاسما بتدخل عسكري فيها. كل هذا وإيران تمد يدها وأسلحتها أيضا لمساعدة الحوثيين، وإن كان عن طريق ذراعها الأكبر في المنطقة حزب الله أحيانا، لتخرج أخيرا أدلة تؤكد هذه الحقيقة وإن تنصلت منها الجماعة الحوثية وحلفاؤها. فقبل أيام قليلة صرح الرئيس هادي عن تدخل إيران في اليمن ودعم ميليشيا الحوثي بأسلحة ومقاتلين وحتى مدربين. كنا ماسكين في السجن عدد من الحرس الثوري الإيراني، كنا ساجنين إنهم عندنا، وعدد من عند نصر الله من لبنان. لتظهر في الساعات القليلة الماضية أدلة تؤكد الدور الإيراني، خاصة بعد تسريب مقطع قيل أنه من رمضان في العام الماضي يظهر شخصا يدعى أبو صالح يدرب مجموعة من الحوثيين، وهي دورة لتأهيل المدربين في المستوى الأول. ينتقل فيها المدرب أبو صالح لمحاور عديدة، منها كيفية الاغتيالات والعمليات الاستشهادية كما أسماها. مع عملية انتحارية ممكن عملية استشهادية، نحن عملية استشهادية. الخبرة الطويلة التي اكتسبتها جماعة حزب الله في الحروب تريد نقلها للحوثيين في اليمن،
هكذا يبدو من بعض أقوال أبو صالح في الفيديو، لكن الأهم هو تحضير هؤلاء ليكونوا مجاهدين فقط وتنفيذ العمليات الانتحارية دون السؤال حتى. هلأ عندنا عملية نوعية، قلت لكم عندنا إن شاء الله عملية نوعية إن شاء الله بتكون تتكلل بالنجاح قريبا، بس أنا قلت لكم وين؟ لا قلت لكم كيف أنا نعملها؟ لا. تكون شو هدفها؟ أبدا، حتى أنتم مش أنتم مجاهدين؟ ما لكم دخل بالموضوع؟ ما لكم دخل. أما الحكومة اليمنية فأعلنت عزمها تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد ممارسات حزب الله وتدخله المباشر في اليمن، مؤكدة امتلاكها وثائق وأدلة مادية توضح مدى تورط حزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا على اليمنيين. كل هذه التطورات تظهر صراعا دوليا خفيا أحيانا وظاهرا أحيانا أخرى، تدخل اليمن فيه طرفا مباشرا بل وهدفا تسعى فيه أطراف خارجية للسيطرة على الواقع في الأرض والحصول على مكاسب دولية عن طريق الفوز بالمعركة الكبرى فيها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة موضوعنا. ينضم إلينا من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي، ومن الدوحة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، على أن ينضم إلينا من عدن الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم، ومن الرياض المحلل السياسي نجيب غلاب. نبدأ معك سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين وضيفك الكرام. أستاذ مختار، لماذا انتظرت الحكومة الشرعية كل هذا الوقت حتى تعلن تورط حزب الله اللبناني في القتال إلى جانب الحوثيين وكذلك دعمه؟ هو في حقيقة الأمر كانت هناك مجموعة من الأدلة التي كانت بحوزة الحكومة اليمنية، ولكن تم الانتظار حتى تم اكتمال تجميع الملفات والوثائق التي يمكن أن تقدم إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي وإلى الجامعة العربية بشكل يكون بحيث يكون هناك أدلة ملموسة وحقيقية تقدم إلى هذه الأطراف. بالتالي تم الإعلان عنها في الوقت الذي رأت الحكومة أنه وقتا مناسبا لذلك، مع أن الحكومة كانت تمتلك مجموعة من الخبراء والمدربين من حزب الله اللبناني وكذلك خبراء وقيادات من طهران كانوا معتقلين لديها في جهاز الأمن القومي وكانوا في طريقهم إلى أن يتم تقديمهم إلى القضاء، ولكن تم الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر وأول عمل قامت به هذه الميليشيا هي أن قامت بمحاصرة جهاز الأمن القومي وقامت بالإفراج عنهم وعادوا إلى وخلافهم إلى الريض. طيب، يعني هو سبق لي أن تهم مسؤولون حكوميون إيران بالتدخل في الشأن اليمني ودعمها دعم إيران المباشر للحوثيين، لكن الحكومة لم تعلن بذلك بشكل مباشر وصريح، يعني لماذا هذا التوقيت بالذات؟ هو كما قلت لك أنه طبعا بالنسبة لتدخلهم هو فعلا، يعني أنا أعتقد أن تدخل حزب الله وتدخل إيران في اليمن لم يعد بحاجة إلى أدلة توضح، ولكن كتعامل الحكومة مع المجتمع الدولي لابد أن يكون هناك أدلة ملموسة وأدلة موثقة ووثائق وتسجيلات تم استكمال هذه الملفات وتم تجميع هذه الوثائق في هذه التوقيت وتم الإعلان عنها. أما بالنسبة لتدخلهم فتدخلهم معروف وواضح وموثق من قبل، يعني منذ الحروب الست السابقة وعلاقة طهران في الميليشيات الإنقلابية وعلاقة حزب الله في الميليشيات لكن هناك أستاذ مختار من يقول أن يعني هذه الأدلة جاءت يعني بسياق ما يحدث من الموقف الخليجي تجاه لبنان وتجاه حزب الله بشكل عام، هل يعني هذا الطرح معقول؟ هو يأتي في طرح معقول، نحن في إطار مجتمعنا الإقليمي ومجتمعنا الخليجي، نحن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وموقف اليمن هو موقف واضح وكامل ومتكامل مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ولكن دعني أقول أنه تم استكمال هذه الوثائق وتم تجميعها تجميعا كامل بحيث أصبحت في ملفات يمكن تقديمها للمجتمع الدولي، وأيضا جاءت في هذا الإطار أن هناك تصعيد وهناك يعني استهداف مباشر للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج بشكل عام، واليمن أيضا كما تعرف أنها جزء أصيل وجزء لا يتجزأ من أهل في مجلس التعاون الخليجي أيضا جزء من أهل دول المنطقة بشكل عام. تفضل بالبقاء معنا أستاذ مختار. ينضم إلينا الآن أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، مساء الخير دكتور. مساء
مساء النور. دكتور، التحقق من تورط حزب الله اللبناني في الحرب على اليمن، هذا العمل الذي قامت به الحكومة وهذا جمع الملفات، إلى أي مدى يمكن أن يسهم في كما يقول الكثيرين قطع اليد الإيرانية الموغلة في الشأن اليمني والخليجي بشكل عام؟ أولا، مع الأسف الشديد أن الغالبية العظمى في الوطن العربي كانوا يعتقدون بأن حزب الله حركة وطنية تحررية موجهة ضد الصهيونية والتوسع الإسرائيلي في الأرض العربية، سواء في فلسطين المحتلة أو في الأراضي اللبنانية والأراضي السورية بما في ذلك الجولان والمناطق الأخرى على نهر الأردن. لكن مع الأسف الشديد أنه انقلبت هذه المعادلة وأصبحت التدخل في سوريا، وضرب بكل قوته وبكل أركان قوته إلى جانب نظام قد رفضه الشعب السوري بكامله، وأنه أراد الشعب السوري أن يقيم نظام الحكم الذي يرتئيه والذي يريده، وأن يختار نظام حكمه وقياداته عبر أسس ديمقراطية حرة لا يملكها إلا الشعب السوري. ومع الأسف الآن مالت الكفة، وقف حزب الله في جنوب لبنان أو في لبنان، وقف إلى جانب روسيا في توسعها واحتلالها لسوريا الآن، وهي صاحبة الأمر والنهي في سوريا، وهي قوة محتلة هي التي تفاوض المقاومة. وفي نفس الوقت دكتور، يعني هم في اليمن أيضا، يعني كانت الأخبار تشير إلى يعني تدخلهم منذ يعني ما قبل الانقلاب في 21 من سبتمبر، لكن الملفات التي تجمعها الحكومة بهذا الخصوص إلى أي مدى سيسهم في يعني كف إيران وحزب الله أذاها عن دول الخليج واليمن بشكل عام من وجهة نظرك؟ سيدي، كنت سأصل إلى هذه النقطة، أما وقد وقفت على هذا الأمر. يا سيدي، لن تكف يد إيران إلا عن طريق القوة وقطع دابرها بكل معنى الكلمة في العراق وفي سوريا. إيران رأينا أنها تدخلت في الكويت، وقد ثبت ذلك بالصورة والموقف والأسماء والمحاكمة إلى آخره، كذلك في البحرين، وكذلك الآن في اليمن. تشير كل الوثائق والدلائل بأن حزب الله بقيادة وبتوجيه وبدعامة إيرانية قد وصل إلى صنعاء. وبالتالي أنا أقول أنه بعد أن كشف أو انكشف الأمر في اليمن، فالأمر قد انكشف في الخليج، وهناك خلايا نائمة أيضا في مناطق ودول خليجية أخرى لا نستبعد أن تظهر في أي لحظة من اللحظات في الأيام أو الأشهر القادمة. وبالتالي لن تكف إيران ولن يكف حزب الله بما تأتي في اليمن، لأنه لم يتم قطع يد إيران بعد اكتشاف المؤامرة التي حيكت على الكويت والسعودية والبحرين واليوم اليمن. نحتاج إلى موقف عربي كامل متكامل من موقف إيران وموقف الميليشيات التي تدربها وتؤيدها وتنظمها إيران، سواء في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في منطقة الخليج أو في اليمن. نحتاج إلى جهد كبير، ونحتاج إلى صدق، وأن تكون القيادات السياسية واعية لمخاطر الأيام القادمة دون أن تزج بنا روسيا في مهالك معارك قادمة. يجب أن نحسم الأمر في اليمن وبسرعة. نعم، طيب تفضل بالبقاء معي دكتور. أعود إلى الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، هل تتلخص الأدلة التي جمعتها الحكومة اليمنية بالفيديوهات التي تم تداولها في وسائل الإعلام، أم أن هناك ما هو أكثر من ذلك؟ أستاذ مختار، كنت سألتك حول هل تتلخص الأدلة التي جمعتها الحكومة اليمنية في الفيديوهات التي تنشر الآن على وسائل الإعلام فيما يتعلق في الفيديو الذي يظهر تدريب أحد كوادر حزب الله لمجموعة من الأفراد المسلحين، أم أن هناك ما وراء أو أكثر من ذلك في هذه الملفات؟ نعم، بالنسبة لي الذي لا هي لا تقتصر على الأدلة التي نشرها والتي نشرها في الأيام القادمة، ولكن هناك أدلة أخرى ووثائق ومحضر التسجيل، محضر للتحقيق مع بعض المتهمين. نعم.
أستاذ مختار، إذا انقطع الاتصال مع الأستاذ مختار الرحبي. أعود إلى دكتور محمد المسفر. دكتور، يعني ما هو الهدف الاستراتيجي إذا تحدثنا عليه من تدخل إيران وحزب الله بهذا الشكل في اليمن؟ استراتيجيات معروفة وقد أعلنتها بأنها هي إمبراطورية كبرى وعاصمتها بغداد، وأنها تريد أن تعيد التاريخ إلى سابقه، وأنها هذه الإمبراطورية تتوسع عبر منافذ المياه ومصاب المياه، سواء على البحر الأبيض المتوسط أو على البحر الأحمر أو البحر العربي، وقد تمكنت إلى حدود كبيرة بأنها حققت هذه الأهداف بوصولها إلى البحر الأبيض. وهي الآن يعني لو لم يتنبه السعوديون بعد مجيء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أحفظه الله، بعد أن تنبهوا لمخاطر ذلك في العام الماضي واستطاعوا عن طريق عاصفة الحزم إيقاف ذلك التمدد، وإلا رأينا عجب العجائب ويكونوا قد وصلوا إلى شواطئ البحر الأحمر وثبتوا قواعدهم هناك. هذا مشروع إيراني واسع، مشروع طائفي عنصري، يريد أن يقيم إمبراطورية الفارسية من جديد، وكانت هذه أخطبوطتها من الإسكندر المقدوني حتى اليوم، وهم يصارعون مرة أخرى للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى البحر الأحمر والبحر العربي، وقد بدأت بوادر ذلك تصل إلى اليمن، ولكن إن شاء الله بقيادة عاصفة الحزم أن نرى نهايتهم في جزيرة العرب والخليج العربي قريبا بمشيئة الله. طيب دكتور، يعني هناك من يقول أن هذا الحديث حول التدخل الإيراني كان في الأوساط الإعلامية بشكل عام منذ العام 2011 وربما قبل ذلك، لماذا تأخر القرار لمواجهة هذه اليد إلى حين عاصفة الحزم كما وصفتها؟ سيدي، قد أعلنت الثورة أو الثورة الخمينية عندما جاءت بأنها هي مشروعها هو تصدير الثورة الإيرانية إلى أرجاء العالم العربي والعالم الإسلامي، وذلك أمر. فالذي تصدى لذلك لثمان سنوات تصدى لها العراق بقيادة صدام حسين رحمه الله، واليوم بعد أن سقط العراق مع الأسف بمؤامرات من كل مكان عربية وغير عربية، انفجر السد وطاف، جاء الطوفان الفارسي ليدخلوا إلى هذه المنطقة. لم يكن أهل المنطقة متنبهين للمخاطر كثيرا، لأن الذي كان يمتص تلك الصدمات كان هو العراق، أما وقد انكسر السد في العراق فلم يعد هناك ما يردع لإيران على الإطلاق من التواصل في هذه الحرب. نرى أنه الآن في هذه الأزمة وفي هذه المعركة نرجو أن يكون هناك تضامن عربي صحيح، مع الأسف أنه شذوذ مصر ودورها السياسي في الموقف هذا هو الشاذ، المرض الشاذ الذي ينخر في جسد الأمة العربية. لو وقفت مصر مع المملكة العربية السعودية في عاصفة الحزم موقفا صادقا كما وقفته كثير من الدول العربية والإسلامية لرأينا نتائج حاسمة، وقد انتهت المعارك الآن في اليمن وقد تحقق النصر وعادت السلطة الشرعية إلى مكانتها، وسمى الوفاق بين اليمني ومجلس التعاون الخليجي بصيغة أو أخرى أن يكونوا في نظام فيدرالي أو نظام وحدوي أو نظام تنسيق متكامل ودمج الاقتصاد والقوات المسلحة والإعلام والتعليم والصحة في هذا الموقف. يعني نحتاج يعني لكن دكتور، يعني هناك من يرى في هذا الخصوص أن هناك يعني في الموقف الخليجي ربما وحتى العربي بشكل عام هناك يعني ليس كل الدول الخليجية على قلب رجل واحد ربما. كيف تقيم البنية الخليجية أمام التدخلات الإيرانية في المنطقة؟ هذا صحيح، هناك اختلافات في وجهات النظر في قيادة مجلس التعاون مع الأسف الشديد، ولكنها خلافات أعتقد أنها يعني فقط دولة واحدة رفعت الراية وقالت أنا لست معكم في عاصفة الحزم ولست معكم في كل توجهاتكم السياسية، إنما أنا معكم في سلسلة الحياة الاجتماعية فيما يتعلق بها، دولة واحدة من دول مجلس التعاون. أما بقية الدول فهي صحيح أن هناك اجتهادات مختلفة
فيما يجري في سير المعارك في اليمن، فيما يجري في سير المعارك في سوريا، فيما يجري في سير المعارك في مناطق مختلفة من عالمنا العربي، ولكن في نهاية المطاف القوة الصامدة والحقيقية الآن المتصدر الموقف هي المملكة العربية السعودية، ويجب أن نشد من أزرها وأن نقف جميعا جماهير وطنية ومثقفين وكتاب وأصحاب رأي وكل من له قدرة في مناصرة المملكة في مواجهة هذا التيار الرهيب المسلح بعقيدة وسلاح ومال، وبالتالي نقول أنه ليس بعيدا عن الهزيمة إذا توفدت توفت الإرادة. نعم دكتور. يعني تكاملت الإرادة السياسية عند هذه الأنظمة دون الدخول في مساومات أو القبول بضغوط خارجية على هذه الدول بأنها نعم دكتور. تستمع للأجنب. سمعنا كثيرا من الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وأطعناها في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، وأطعناها في فلسطين أيضا، ولكنها لم تقدم لنا شيئا مع الأسف، إلا أنها اصطفت إلى جانب العدو أكثر من اصطفافها إلينا. طيب دكتور، في نفس الوقت هناك من يرى أن يعني دول الخليج تدخلت في أو حاولت وقف اليد الإيرانية في اليمن، لكنها في نفس الوقت هناك من يتحدث عن فتح قنوات دبلوماسية تتواصل مع إيران، كيف تقرأ ذلك؟ أنا أقول خطأ كبير جدا، خطأ سياسي، خطأ استراتيجي. أولئك الذين يراهنون بأنه لا بد من فتح ثغرة مع إيران وأنه نكون على الحياد في هذا الموقف، أعتقد أنهم يرتكبون خطأ وأنهم يشجعون إيران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ستقول الحكومة الإيرانية لشعبها أن الخليج ليس كله ضدنا، وأن هناك قوة معنا، هناك قوة شعبية طائفية وغير طائفية، هناك حكومات تقف معنا، وبالتالي نقول أنه يشد ذلك الموقف الخليجي الذي يقول بأنه يجب أن نبدأ بعملية التفاوض وأن نكون قناة تواصل بين كذا. هذا يشجع الإيرانيين في التمادي في العدوان على أو تربية أو تنمية الخلايا النائمة في المنطقة، وهذه مجرد وقت. وأتمنى أن تعيد هذه الدول التي تفكر بأن التواصل مع إيران في هذه المرحلة هو يحد من جموحها السياسي والعسكري والهيمنة على المنطقة، بالعكس سيزيدها طموحا وسيزيدها اندفاعا في تحقيق أهدافها، لأنها ستقنع جماهيرها بأن هناك قوى خليجية تقف معنا وليست ضدنا. طيب دكتور، إذا كان بسؤال أخير، يعني نحن الآن نشاهد أن الحل العسكري في اليمن، نشاهد دماء كثيرة تسفك على الأراضي اليمنية، في نفس الوقت هناك تصعيد إيراني خليجي على المستوى الإقليمي بشكل عام، إلى أين ستتجه هذه الأمور؟ وهناك الكثير من الأصوات المنادية بوقف الحرب حقنا للدماء، هل من مجال لي يعني تطمين الناس من ناحية سياسية، من ناحية إعادة إعمار أو ما شابه؟ يا سيدي، لا أحد يريد الحرب بأي طريقة كانت، ولا أحد يريد الدمار بأي طريقة كانت. أنا أعتقد أن هناك فيما يجري في اليمن لابد، وهذا يعني ضرورة قومية، ضرورة وطنية يمنية وعربية، إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل احتلال صنعاء من قبل الباغين على السلطة، وهو علي عبد الله صالح وكذلك الحوثيين المدعومين كلهم من إيران. لابد من تحقيق النصر الكامل المؤزر الذي لا شبهة فيه ولا 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 خلاف على ذلك. إذا تحقق ذلك وفي أسرع وقت دون الالتفات، دون أن يلتفت إلينا الدب الروسي في المشاكل الذي يقابلها اليوم في سوريا، دون أن يلتفت إلينا في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي، أنا أعتقد أنه حان الوقت لتكثيف الجهود لوصول إلى تحقيق النصر الحقيقي في اليمن. طيب، وهل حان الوقت لأن تنضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي دكتور؟ إذا سمحت لي. نعم. صحيح، إذا سمحت لي، صحيح أن هناك دمار، ولكن الذي يقوم بالدمار والتدمير الشامل هم القوى الثانية التي هي بغت على النظام وعلى الدولة. صحيح أن هناك خراب وهم الذين قاموا به، صحيح أن هناك موتى وقتلى وهناك حصارات، صحيح من ذلك، لكن الآن بتشكيل القيادة العسكرية الجديدة الآن وبعودة الجيش الحقيقي بكامل قواه الآن، وخاصة أولئك الذين ما زالوا على الحياد الآن، أعتقد أنها اكتملت
الحلقة بتشكيل القوة العسكرية والقيادة العسكرية بقيادة الفريق علي بن حسين الآن، وأعتقد بدعامة درع الجزيرة والانتصارات التي تحققت في مأرب وفي الجوف وإن شاء الله قريبا في الحديدة ومناطقها، وقريبا جدا تتحرر تعز. في تلك اللحظة نقول أن إيران قد انتهت. صحيح سيكون هناك جيوب، ولكن هذه الجيوب سيتم القضاء عليها بعد تحقيق النصر المبين إن شاء الله. طيب يعني بنقطة أخيرة جدا، هل آن الوقت لأن تنضم فعلا اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن هناك كان حديث في بداية عاصفة الحزم لكن غاب هذا الحديث مؤخرا؟ يا سيدي، أولا إذا لم تنضم إلى دول مجلس التعاون لأسباب كثيرة وكثيرة جدا، فلتنضم الآن. تقوم هناك قيادة موحدة، قيادة سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية وصحية وتنموية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ذلك هو المجال الحيوي لكلا الدولتين. ولا ننظر كثيرا ولا نعول كثيرا إلى وحدة اليمن مع دول مجلس التعاون، لأن هناك من هو راغب ومن هو حاقدا ومن هو جاحدا ومن هو لا يريد ذلك، لكن الضرورة القومية والأمن القومي الوطني للمملكة العربية السعودية ولليمن أن يكون هناك شبه نظام فيدرالي بين المملكة العربية السعودية واليمن، بعيدا عن مجلس التعاون الذي سيدخله مداخلات مختلفة تعيق دخول اليمن. اليمن يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى إعادة إعمار. ذلك لن يتأتى إلا إذا توفقت الإرادتين اليمنية بعد تحريرها من الظلم والقهر الذي يقوده الحوثيون في اليمن قيادة إيرانية. أشكرك. والمملكة العربية السعودية، أنا أعتقد هذه الضرورة القصوى الآن لتشكيل قوة من البحر إلى البحر، أي من الخليج إلى البحر الأحمر، أي من مياه الخليج ومياه الجنوب البحر العربي إلى البحر الأحمر. نكون كوننا قوة ضاربة لا غبار عليها، واليمن والسعودية مطلوب منهم أن يقومون بهذا الدور وفي أسرع وقت ممكن. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ عدنان هاشم. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور وعافية، أهلا بك وبالمشاهدين الكرام ولطيفة في الاستديو والمتصلين معك. أستاذ عدنان، هل يعني عند الحديث عن مشاركة حزب الله في بجانب الحوثيين أو دعمهم اللوجستي والمعنوي وحتى الإعلامي والعسكري، هذا يأتي في سياق أوامر من إيران؟ يعني نحن نشاهد أيضا مشاركتهم في سوريا، هناك تصعيد في سوريا الآن، يعني هناك أكثر من جبهة، ألا ينهك هذا إيران وحزب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هو سينهك السياسة الإيرانية الخارجية، لكن بالتأكيد سينهك حزب الله في قواه العسكرية، وسينهك أيضا الأدوات التي يقوم حزب الله بمساندتها ودعمها. الملاحظ بأن أبو صالح أو كان الشخصية السياسية التي كانت موجودة أبو مصطفى ناصر أخضر، كل هؤلاء هم يتبعون هم قيادة أيضا في حزب الله، لكنهم يعملون الآن تبعا للمخابرات الإيرانية كما يعمل أيضا حزب الله. حزب الله هو أدى البيعة للمرشد الأعلى في إيران في منتصف الثمانينات، فبالتأكيد بأنهم يتلقون أوامرهم من تلك البلاد. العمليات التدريب العسكري هي ليس التدخل في اليمن لحزب الله بأوامر إيرانية، ليس التدريب العسكري فقط، هناك المؤسسات الإعلامية التي يديرها حزب الله في اليمن، المؤسسات الإعلامية اليمنية التي موجودة في لبنان، المنظمات الحقوق التي تدعو الدفاع عن حقوق الإنسان والتي موجودة في دول أوروبا والتي تحاول التقطيع عن الرأي الأوروبي، كل هؤلاء هي أدوات ضمن الأهداف الإيرانية التي يقوم بتنفيذها حزب الله في اليمن. طيب يعني هناك حديث للحكومة أنها تمتلك أدلة عن تورط حزب الله، هناك أحاديث كثيرة ويعني متكررة ربما، لكن أنتم كباحثين في الشأن الإيراني متابعين لوسائل الإعلام الإيرانية، هل رصدتم أشياء مشابهة لذلك غير التي يعني تنشر في الإعلام العربي؟
لا بالتأكيد، هناك حديث الكيانات في حزب الله في الصحافة الإيرانية منذ اجتياح صنعاء، أعتقد بأن مرحلة اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر كانت الأحاديث كثيرة من كيانات في حزب الله ومن كيانات في الحرس الثوري بأنهم هم الذين يمولون وهم الذين يدعمون وهم الذين يكفون. لاحظ معي بأنه في آخر مشاورة هجرت الحكومة اليمنية مع الحوثيين وحزب علي عبد الله صالح وقواته بأن كان ناصر أخضر موجود في الخارج ويلقي التعليمات للمفاوضين للحوثيين وعلي صالح في الخارج، كان يقوم بذلك مدير قناة تحرير قناة المسيرة. هناك تصريح أيضا لرئيس قوات الباسج الذي تحدث في أغسطس 2015 الذي تحدث بأن بأنهم دعموا الحوثيين بأسلحة ومضادات للدروع ويستخدمونها أيضا ضد قوات التحالف في مأرب. كل هذه المعلومات قد نشرت في السابق في الصحافة الإيرانية. فوريان بوليسي كان لديها تقرير في منتصف العام الماضي وتحدث بشكل واضح بالكاس مع قيادة حزب الله بأن هناك تدريب وهناك قيادة لحزب الله تقوم بعملية تدريب قوات الحوثيين داخل البلاد وما زالت أيضا مستمرة. التدريبات أيضا على الجزر الأرتيرية التي حاولت إيران إغراء أرتيريا بمصالح استراتيجية معها كانت أيضا مستمرة. عملية أيضا هناك مصالح. لاحظ معي بأن هناك أيضا حوثيين يقاتلون في سوريا إلى جانب حزب الله والميليشيات الإيرانية. كل هذه الأدوات مع الميليشيات الشيعية الموجودة في العراق هي أدوات إيرانية من أجل الوصول إلى الهيمنة والسيطرة على الشرق الأوسط. أشكرك شكرا جزيلا الباحث في المتخصص في الشؤون الإيرانية الأستاذ عدنان هاشم، كنت معنا عبر الهاتف. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الختام أشكركم على حسن المتابعة والإنصات وأشكر جميع ضيوفي الذين كانوا معي عبر الهاتف. في الختام تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم وتحيات محمد القاسم في الإعداد وتحيات بقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.